يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: انتشر في هذه الأزمان صبغ القبور أو صبغ نصائب القبر بالبويات أو وضع حبل عليها أو خرق من أجل معرفة القبر، فهل هذا عمل جائز؟ لا، الصبغ لا يجوز، لا النصائب ولا القبر بالبويه ولا بالجص ولا بغيره، إنما يوضع عليها علامة، حجر يوضع عليها حجر يعرفه من وضع فقط، هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.